جولتنا الثقافية والفنية لليوم بنبلشها مع مهرجانات جوني الدولية يلي بتعقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج الكامل للصيف 2016، الموعد اليوم على الساعة 11 بوزارة السياحة بالحمرة، ولكن تم الإعلان مسبقا عن بعض المواعيد وراح تشاركها معكم. الافتتاح راح بيكون ب 14 الشهر على الساعة 10:30 المساء مع عرض المفرقعات النارية بخليج جوني، أما ب 16 تموز راح نكون على موعد مع ذا بيانو دويل مع راول دي بلاسيو وميشيل فاضل، وب 18 الشهر موعد مع النجم العالمي جيسون ديرولو. منتابع وضمن امسيات رمضان يلي عم بيستقبلها مسرح المدينه رح بنكون على موعد مع الشيخ يحيى حسين من تنزانيا يلي رح بيقدم حفله رمضانيه وبرافقه على العود تمام سعيد عنا نوفل علي وإلي ابو عبده على الايقاع. الموعد ب 21 حزيران بتمام الساعه 9 المساء. حفلات الكونسيرفاتوار الوطني وبرعاية وزارة الثقافة بتقدم الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية أمسية مع عازف العود كنان عدناوي وعلى البيانو رامي خليفة بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. الموعد بعد بكرة جمعة 17 الشهر بتمام الساعة 8:30 المساء بكنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين بمونو، ومنشوف أمسية مع المايسترو لبنان بعلبكي. مهرجان سينمائيات لدورة 2016 بينطلق بكرة وعلى مدى 3 أيام رح منكون على موعد مع عروض أفلام بالهواء الطلق بحديقة السفارة الإسبانية ببعبدة. العروض رح بتكون يومية 16 17 و18 الشهر بتمام الساعة ابتداء من الساعة 7:30 المساء، ونهار الأحد رح بيكون الإعلان عن جائزة التفاحة الذهبية كمان بحديقة السفارة الإسبانية ببعبدة. مش حلوة الحياة بلا سينما. بالتعاون مع الكونسيرفاتوار الوطني بتقدم عازفة البيانو تاتيانا بريماكخوري أمسية عزف لليست، مندلسون، راشمارينوف وغيرهم. الموعد ب 21 شهر على الساعة 8 على خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية. متروبوليس سينما بترجع بتجدد تعاونها مثل كل صيفيه مع ذا جاردن ليقدموا دوره عرض افلام بالهواء الطلق. الدوره عنوانها العريض لهالسنه هو اول ذا مادمان، وهي تحيه طبعا لكبار رحلوا عن عالمنا، والبدايه رح بتكون مع بيربل رين رائعه البرت مانيولي من انتاج 1984. فعاليات عيد الموسيقى بنعرف الموعد الثابت هو ب 21 حزيران، بس هي مش بس رح بتكون محصوره بهالنهار، لانه الانستيتيو الفرنسي رح بيقدم مواعيد كثيره بعده مناطق لبنانيه بزحله، بصيدا، بطرابلس، بجونيا وغيرها. وضمن هالمواعيد رح بنكون على موعد ب 24 الشهر مع امسيه بخان الصابون بصيدا مع فرقه اماكن يلي رح تعزف موسيقى كلاسيكيه شرقيه، وفرقه اومي للجاز الشرقي. الموعد فاذا 24 شهر خان الصابون صيدا على الساعه 9:30 المساء.
بيستقبل سوق الذوق العتيق وبيت الحرف في بيزو مكايل مهرجان الموسيقى 2016. ذوق مكايل ساوندز جريت مع مشاركة 14 فرقة راح بتقدم مختلف الأنماط الموسيقية. ببيت الحرف البداية راح بتكون ابتداء من الساعة 7:15 المساء مع كريس جور والويتيام آر، أما بسوق الذوق فالحفلات بتبلش كمان من 7:30 على 8 في موعد مع ذا أم سيسترز. الدخول مجاني والحفلات الموسيقية راح تستمر لغاية الساعة 12:30 الليل، ومنشوف سوا كريس جور. كريس جور يلي رح تتعاون او بلش التعاون مع الفنان العالمي كوينسي جونز، ومنتابع مع عنوان اخير وموعد اخير من البرونوت كافيه، وموعد عم يتجدد كل شهر مع الفنانه باسكال صقر، الموعد بكره على الساعه 10 المساء. خبركن عن وطني عن بلدي بلد الحر، جولتنا الفنية والثقافية وصلت لختامها. رح ننتقل مرة جديدة لعند جويل لناخذ فكرة أكثر عن حركة السير بهالأثناء. المراحل الأول جهاد أبو زكي معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، مرحبا. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. حضرتك مؤهل؟ نعم مزبوط، يعطيك العافية. تفضل، كيف حركة السير لليوم؟ حركة السير الصباحية لليوم بدي أبدأ من المدخل الشمالي لبيروت، عم بيشهد حركة كثيفة بجونة عم تتروح ما بين السولديني وصولا لمفرق يسوع الملك على الغربي. نعم. أيضا على نفس المسلك باتجاه بيروت، نقاش أنتلياس جل الديب وصولا لنهر الموت بوليفار سن الفيل ناشط. نعم. أما المدخل الجنوبي بالأثناء الحركة عم بتكون أخف من غير أيام. مزبوط، عم نشوف هلا على الكاميرا. نعم، خالدي ناشط باتجاه الأنفاق وباتجاه الأوزاعي، أيضا المدينة الرياضية حركة خفيفة، وضمن شوارع بيروت العاصمة بالأثناء بعد ما في حاجة سير والحركة طبيعية. نعم. هيدا بالنسبة للحركة الصباحية لليوم. اما بالنسبه ل حوادث السير، نعم، حصيله حوادث السير لفتره ال 24 ساعه المنصنمه، مجموعه 6 حوادث نتج عنهم للاسف قتيل و9 جرحى. توزعوا الحوادث على الشكل التالي: جبل لبنان حادثين قتيل نتيجه صدم وجريحين، شمال ايضا حادثين 5 جرحى، جنوب حادث جريح، لبقاع حادث جريح. نعم، كان صار لنا زمان ما سمعنا انه الحوادث عم تسجل قتلى، للاسف اليوم في قتيل وحاله صدم، يعني مش حادث. نعم، سير. نعم. بين سيارات. معظم ضحايا حوادث السير عم تنتج عن الصدم. حوادث الصدم، يعني نعم. نرجع نكرر ونقول للمشاة وحتى السائقين يعني ينتبهوا للمشاة اثناء اجتياز الطريق، والمشاة يتأيدوا بقواعد اجتياز الطريق، وأبرزهم استعمال جسر المشاة. أكيد 100%. نعم. سريعا ولو إذا سمحت، مخالفات الرادار. حصيلة مخالفات الرادار لفترة ال 24 ساعة اللي ضبطت بواسطة الرادارات الموزعة على المناطق هي 679 مخالفة سرعة زائدة. نعم، شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. نحن رح نتوقف مع بريك جديد، من بعده منتابع أخبار الصباح، خليكم معنا.